ومن الحاجات الملفتة جدا السنة دي وجود مجسمات لشخصيات يمكن أثرت في حياتنا وطفولتنا لحد دلوقتي من خلال كتاباتهم. تحت عنوان الغائبون الحاضرون شفنا مجسمات للعراب أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق، واللي أكيد ناس كتير تفاعلت مع المجسمات دي وحاسة فعلا بوجودهم في المكان. طيب نبيل، في البداية كده فكرة أن أنتوا تعملوا مجسمات لاثنين يمكن من أهم الأدباء يعني المصريين اللي احنا عاصرناهم، وهو دكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق، جات لكم ازاي وليه؟ جات لنا البداية ان احنا اخر معرض اتعمل في 2020 عملنا بس مجرد شنطة بسيطة كده عليها صورة دكتور أحمد خالد، لان احنا اوريدي عندنا الكتب بتاعته، فانبسط بيها القراء جدا جدا وحسينا بسعادة رهيبة وهي حاجة بسيطة جدا. كنت هسألك ان انا من اول ما عديت شايفة ناس كتير جدا بتوقف وتتصور وحابين الموضوع قوي يعني. كنت متوقعة فعلا التفاعل ده؟ لا، كنت متوقعة نفس فرحة الشنطة القراء اللي هو ايه الحاجة المحدودة كده في محيط القراء بتوعنا يعني اصدقائنا والناس اللي تربوا على العراب، لكن انا الاقي رد فعل رهيب في السوشيال ميديا وفي الجرايد والمجلات وفي يعني انا اتخضيت اصلا. ده فرحني. ايه ذكرياتك معاهم او ايه اللي انت فاكراه ليهم وايه اللي بيميزهم عن اي كتاب تانيين؟ تواضع غير طبيعي، يعني تيجي تتكلمي معاهم يعني بتحسي بضحكه خجل لما تقولي انا متربيه على كتبك، انا من وانا صغيره. الدكتور احمد خالد كان دمه خفيف جدا جدا، تقولي ما انا مش كبيره الدرجات دي يعني فين ما يجي حد 50 سنه يقول لي انا متربي يعني على كتبك. بصي، في تواضع غير طبيعي، وهم كانوا بيحبوا الكتابه وكانوا بيحبوا دايما ان فرحانين ان هم بيأثروا في القراء الشباب. صح. فهم لا، هم على المستوى الشخصي مش عارفه اوصف. ايه اخر حاجه هم عملوها معاكم او تعاونوا بيها معاكم؟ احنا كان كواليس تحضيره دكتور احمد كنا تعاقدنا معاه على 22 كتاب، طلعنا منهم 10 قبل وفاته الحمد لله رب العالمين وشافهم بنفسه وكان فرحان جدا، وبعدين تعاقدنا بعد كده مع الورثه على 4 كتب تانيين، وفي 3 كتب حاليا بنجهز لهم لسه ما اتنشروش. دكتور نبيل اخذنا منه سلسلتين باسمه العقرب وفايت، طلعنا العقرب في المعرض ده ولقينا يعني رد فعل غير طبيعي. هي المجموعه دي 6 كتب، 7 روايات في 6 كتب، وفي سلسلة تانية اسمها فاي، وفي سلسلتين لكتاب شباب جت زمان كتاب دول لهم أساميهم دلوقتي كان دكتور نبيل بيشرف عليها بنفسه هو اللي بيقدمها، ودي هنقدمها بشكل جديد برضو. أنا عايز أقول لك إن أنا بتخض يعني، أنا وأنا واقفة بكلمك كده أنا ببص كده بحس إن في حد أنا قاعدة طول اليوم واقف باصص لي ومبتسم، لثانية كده بفتكر إن دكتور أحمد واقف فعلا أو دكتور نبيل واقف فعلا. أنا حاسة إن دكتور نبيل واقف بيتفرج علينا دلوقتي، في ناس أعرفهم بيقولوا لي إحنا داخلين نسلم على دكتور نبيل، وبعدين لثانية لوهلة كده بيتخضوا، وبعدين ده غير بقى الدموع والعياط يعني. بصي أنا شفت حاجات أنا ما كنتش متخيلة ردة الفعل، كنت بعتذر للناس اصلا اللي الموضوع اثر فيهم جدا. لا خالص، بالعكس انا حاسه ان الناس مبسوطه يعني بوجودهم يعني، واتضايقت ان هو لا احنا عيطنا بس هو الافتقاد، وده يعني فانا مبسوطه. طيب ان حاجه زي كده. يمكن الموضوع بدا بشنطه والسنه دي مجسمات، هل في افكار تانية جايه السنه الجايه؟ يبقى ايه الافكار؟ فكره بنحضر لها، حاول كل سنه اقدم لهم حاجه، لاني مبسوطه ان هم السنه دي معظم الاخبار عن المعرض كان عن ان دكتور احمد والدكتور نبيل موجودين في المعرض، فانا فرحانه ان احنا قدرنا نقدم حاجه ان هم موجودين. لا هي حاجه ذكيه جدا يعني نبيل، ان شاء الله نتابعك كده السنين الجايه إن شاء الله كلها بإذن كل الله. دورات في معرض الكتاب في يناير ان شاء الله باذن الله هنقدم لهم فكره ونشوف الافكار الجديده اللي انتم بتعملوها. شكرا ليكي ونورتينا جدا. انا مبسوطه جدا، بشكركم على اهتمامكم. ميرسي.